رجعنا بعد الفاصل بفواز وسألته قبل الفاصل أقول لك لمتى؟ لمتى هذا الحال وضع الرياضة؟ الهيئة العامة للشباب الرياضة صار عندنا وزارة الشباب الرياضيين الاتحادات الشق عود الناس تعبت الحل شنو؟ شوف علشان تحل مشكلة الرياضة يجب أنك تعمل في المبدأ اسمه التعيين حسب العطاء وليس حسب الولاء. إذا أخذنا هذا المبدأ وطبقناه في الأندية طبقناه في الاتحادات طبقناه في الهيئة العامة للشباب الرياضة الكويت متروسة خبرات رياضية لاعبين قدامة وينهم بعضهم صاروا دكاترة ومتخصصين في الرياضة وينهم اليوم إذا الرياضيين ماخذين جانب الولاء على حساب العطاء فيجب أن لا تكون هيئة الشباب والرياضة تأخذ الولاء على حساب العطاء وإذا أخذت هيئة الشباب والرياضة الولاء على حساب العطاء يجب أن يكون وزير الشباب والرياضة هو من يحكم هذا اليوم علشان أنا حل مشاكل الرياضة يجب أن أضع الرجل المناسب في المكان خلنا نشخص المشكلة وبعدها مشكلتنا حسب وجهة نظري هي ما هي مشكلة فنية ولا هي مشكلة مالية ولا مشكلة منشآت هي مشكلة إدارية عقليات إدارية إحنا ما تنقصنا القوانين إحنا اليوم مشكلتنا مو في القانون في الأشخاص اللي هم قاعدين يجيرون القانون لمصالحهم سواء في الأندية وفي الاتحادات وما أستثني يعني ما أقول أكو نادي مثالي ولا أقول أكو نادي أكو أندية المفترض أنها مثالية قاعد تعمل بالشخصانية وقاعد تعطي تعين وتحط وتمسك حسب الولاء وليس حسب العطاء هذه النظرية إذا قدرنا نطبقها في الرياضة راح تتغير بس اليوم شايف تطبيقها مو بالشيء سهل اليوم شيء صار يمشي بالدم خلاص تعودنا عليه اليوم اليوم أنا أعطيك مثال يمكن تستغرب منه اليوم أنا ساعات أبي استضيف شخص أقول له تعال أبيك بلقاء معاي ما يقدر يطلع معاي لقاء لين يستأذن من شخص ثاني زعلان علي شوف وين وصلت ورياضيين يقولك أنا ما أقدر أطلع أخاف أطلع معاك يزعل علي فلان مو هذه النوعية اللي إحنا ما نبيها وهذه النوعية اللي هي قاعد تخرب الرياضة اللي هو رأيه لازم ينسجم مع رأي فلان ولا لا خل نعلم الناس خل نعلم القياديين خل نعلم حتى رئيس الوزراء ان انا اقول رايي مو معناته اكرهك انا لما اختلف معك بالراي مو معناته انا ضدك انا هذا الراي وخل راينا نشوفه لما اليوم انا قلت عن القانون ان هذا القانون بيخرب الرياضه وبيخربط الرياضه كام من 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 16/2013 و12 الى اليوم قدر نادي يحط نظام الاساسي لا ما قدر يقدر. ولا راح يقدر لانه غلط بعدها قالوا لك لا انت ضد فلان وانت مع لكن قلت رايي واليوم كلامي طلع صح واليوم طلعوا مثل ما قلت لك مرسوم لتمديد يلا هاكم بعد سنه يلا ولا راح يقدرون يحطون صحيح لان اذا ما كان في نظام يحكم اليوم احنا لما نيجي وناخذ الكلام اللي احنا ما نبي الحكومه تتدخل احنا القوانين الرياضيه الدوليه تقول ما نبي الحكومه تتدخل هذا كلام مو صحيح هي ما تتدخل في قرارك لكن تتدخل في المراقبه احنا ما نبي الحكومه تقول لا تشاركون بهالدوره لا تلعبون الدوري لا مو دورها لكن احنا نبي الحكومه حتى احنا في بلد الحكومه مسؤوله عن كل شيء اليوم منو مسؤول عن الصحه حكومه من مسؤول عن التعليم الحكومه من مسؤول عن التجاره الحكومه من مسؤول عن التوظيف الحكومه من مسؤول عن الاسكان نيجي حق الرياضه نقول مسؤول لا يجب ان تكون في مراقبه لان بالنهايه هذه الفلوس والمنشات والرياضه هي ملك الشعب مو ملك مجلس الاداره اللي جاي انا بسالك سؤال غير رياضي عبد الله معيوف ليش ما نجح في الانتخابات السابقه توفيق ولا ايادي لا انا اشك في الايادي الحمد لله انا يعني عملت في المجلس اللي فات صراحه بكل امانه وكل صدق وبالعكس يعني كسبت كثير من شخصيه مكافحه اي نعم انا اشهد لك صراحه شخصيه مكافحه كسبت كثير من يعني من اللي كانوا خصوم لي لكن اقول لك اياها بكل صراحه قدام الناس الحكومه كسرت فينا شلون احنا
احنا جينا تلبيه لنداء حضره صاحب السمو انه والله الان احنا البلد محتاجه الى ناس يجون يوقفون ويوصلون ويشرعون ويشتغلون وبعد ما انت شفت اللي صار والفوضى اللي صارت والعصب اللي صار في البلد وكان يعني ممكن البلد تنقسم الى قسمين وانقسمت الى برتقال وازرق. فينا لما هنا توقعنا من الحكومه احنا اللي ضحينا باسمائنا وضحينا بسمعتنا والناس اللي يو وضحوا وسمعوا كلام كنا نتوقع ان تحط ايدينها بديننا وتشتغل وتنفذ القوانين. ايضا كنا نتوقع ايضا ان هي على الاقل الاقتراحات اللي احنا اقترحناها حق الشعب الكويتي وحق المواطن الكويتي انها ترعاها. طالع بعد ما ابطل المجلس لغت كل هالقوانين وبالتالي وقفنا احنا مفصخين قدام ناخبينا وين القانون اللي قلتوا عنه الغته الحكومه. لذلك اليوم السياسيين ما يثقون في الحكومه ومن حقهم ما يثقون بالحكومه واللي قاعد يصير في الحكومه الان تستاهله لان هي امانه ما اصدقت مع اللي قبلهم ولا راح تصدق ويا اللي موجودين. بس يقال ان في سبب ثاني. اليوم انت نجحت الانتخابات الاولى كان معك شخصيات يدعمونك سواء كان رياضيه او غير رياضيين. بعد ما نجحت تخليت عنهم ويوم رحت الانتخابات الثانيه موقفوا معك. لا مو 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 صحيح هذا الكلام. يعني انا ما تخليت عن احد بالعكس. يعني يمكن يعني وقفوا معاي ناس اكثر من الاوليين لكن ظروف المنطقه الصوت الواحد نزول اكثر من 12 واحد من النواب السابقين او من المرشحين السابقين بالطبع اثر. يعني احنا في كيفان كنت انا في كيفان قبل بروحي كان غالبيه اصوات كيفان قاعدتيني لكن في الانتخابات اللي فاتت نزلوا 5 من كيفان. صحيح. فبالتالي بعض الاصوات محيره كيفان. اي نعم محيرة. لكن انا راضي عن ادائي وراضي عن 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 ناخبيني والانتخابات الجايه ان شاء الله راح تشوف شيء افضل وافضل. وبالعكس هذه استراحه محارب الواحد يعيد حساباته ويصحح اخطائه. ما في واحد يشتغل في الـ في الـ في الـ في الـ الشان العام الا تكون له اخطاء ولا تكون له هفوات الا يكونون في ناس راضين عنه وناس مراضين عنه. وتدري الكويتيين حساسين يمكن في بعض الاحيان ما مريت خذوا بخاطرهم في بعض الاحيان ما دقيت بعض الاحيان مناسبه ما قدرت احضرها ياخذون بخاطرهم لان ناس محبين وناس حساسين. العتب على قد المحبه على قد المحبه واحنا نقول لهم يبقى عتبكم وصل وانا سواء نجحت ولا ما نجحت انا تحت تصرف هالبلد والشعب الكويتي وراح اظل خادم له وخادم للشعب الكويتي لين الله سبحانه وتعالى ياخذ امانته. ما راح اقصر سواء داخل مجلس الامه ولا خارج مجلس الامه. والدليل على ان انا وانا برا مجلس الامه قاعد احاول قد اللي اقدر اساعد اخواني الرياضيين وغير الرياضيين. فواز اليوم احنا اكثر بلد بالعالم فيها مجالس. كل شهرين ثلاثة ينحل عندنا مجلس ورد مجلس جديد. المجلس الحالي راح يكمل دورته؟ أنا قناعاتي إنه لا ما راح يكمل لأن أكو آخر حلقة من السيناريو اللي إحنا قاعد أشوفه قاعد يصير اللي هو عودة المتبقين من المعارضين من خلال الصوتين. هذا المجلس راح يقر الصوتين راح تجري انتخابات مرة أخرى. هذه الانتخابات لن تتعدى شهر فبراير. هذا المجلس عمره ليه شهر فبراير حسب توقعاتي. يعني 3 اشهر وخلاص بعد اقرار الصوتين. اذكر الشعب الكويتي بعد ما المجلس يقر الصوتين شوف التصعيد اللي على ضوءه راح يحل المجلس. راح تجري انتخابات مره ثانيه راح يشاركون فيها البقيه المتبقيه من ما يطلق عليهم المعارضه حتى يصير كل اطياف المجتمع الكويتي وكل التوجهات الفكريه اللي موجوده فيه تشارك ونبدي مرحله جديده. لكن اتمنى بعدها أن يستقر الوضع لأن بدون استقرار سياسي ما راح يكون لا استقرار. صحيح. اجتماعي ولا رياضي ولا اقتصادي ولا أي استقرار. والله في سؤال يمكن ما كان من ضمن التحضير حاطينه بس طلع بالحكي وإحنا نسولف. تكلمنا عن الشيخ أحمد الفهد. هذا الرجل يعني إحنا اليوم نفتخر فيه إنه رفع رأسنا برا. يعني قاعد نشوف يعني تفضلت أنت في البداية وقلت اليوم اللي يبي أحمد الفهد قاعد يسويه. أوكي هالشيء داخل الكويت وخارج الكويت. ليش اليوم الرياضة عندنا مدام عندنا شخصية قاعد تسوي كل شيء بالرياضة العالمية ليش ما تعدل الأمور هذه عندنا بالكويت هنا؟ ما الشخصية قادرة؟ هذا السؤال مطروح على أحمد الفهد؟
ان انت قادر انك تسوي كل شيء في هذا. ليش ما تقدر تسوي شيء مع انه في يوم من الايام كان رئيس هيئه شباب والرياضه؟ مشكله احمد الفهد انه داخل الكويت يشتغل سياسه، خارج الكويت يشتغل رياضه. احنا نبي ايضا داخل الكويت يشتغل رياضه. اليوم احمد الفهد رئيس اللجنه الاولمبيه الكويتيه، واليوم احنا قاعدين نعاني من الدعم المادي من المنشآت. استاذ جابر سجل، هذا كارثه كبيره، كارثه كبيره. لليوم من 2007 لليوم احنا موعدين يعني راح تمر يعني 10 سنوات. اليوم احنا 2000 وداشي في 2014 2017 صار 10 سنوات على افتتاحه مو بنيانه. صحيح. فبالعكس انا اقول احمد الفهد خلي يسخر ايضا مجهوده ويسخر امكانياته وعلاقاته سواء مع الحكومه ولا مع الشارع الرياضي لحل مشاكل الرياضه. وبلدك اولى من برا. فواز عندك امل بالرياضه تعدل؟ انا شوف انا عندي امل لان عندنا عقول رياضيه، عندنا قدره، عندنا طموح، عندنا ابداع بالرياضه، وعندنا وايد من المبدعين، وايد من المتميزين أصحاب الكفاءة. لو أعطيناهم فرصة لتعدلت الرياضة. إحنا ما نبي نتدخل بالأندية، بس نبي ناس تخطط، وهذا التخطيط يجب أن يكون منهج نشتغل عليه. هيئة شباب الرياضة خلت تكون لها مجموعة من الرياضيين أصحاب الفكر الرياضي، أصحاب الخبرة الرياضية، واللي عندهم دراسات أكاديمية مثل الدكاترة، دكتور عبيد الوسمي، عبيد شمري، عادل بهبهاني، كثير من الدكاترة، فهد الفقعان، دكتور جواد خلف، كثير من الدكاترة، الدكتور عبد الله مهنة. هالدكاترة خلها تحط لك آلية لكيفية معالجة الفشل الرياضي والمشاكل الرياضية. ولا نيجي نقول لا الرياضي هو اللي جاب الانتخابات، أنا صاحب قرار. لا، أنت وصلت الانتخابات لأن عندك أصوات، لكن أنت ما عندك القدرة أنك تخطط، ما عندك القدرة. أخذ ونفذ وناقش، إذا كان هذا الكلام غير قابل للتنفيذ قول أنا ما أقدر أنفذه. فواز، وصلنا لختام الحلقة، واليوم سعيد جدا في تكون ضيف معي في برنامج على مسؤوليتي. كلمة أخيرة تحب تقولها؟ أنا أقول إن أزمتنا مثل ما قلت لك أزمة نفوس وليس أزمة نصوص. نعم. إحنا مشكلتنا إن نبحث عن الولاء ولا نبحث عن العطاء. متى ما تخلصنا من النظرية هذه، متى ما حسينا إن أنا مو مهم الشخص يتفق وياي في الرأي ولا يختلف وياي في الرأي، مو مهم إن من كتلتي ولا مو كتلي، المهم إن قادر يعطي، أسلم المسؤولية. وهذه صفات القيادي الناجح، هذه صفات القيادات الرياضية. اليوم في الاتحاد الدولي لكرة القدم كلهم متفقين، في اللجنة الأولمبية كلهم متفقين، لكن موصلين أفضل الناس. خلنا نوصل أفضل الناس. فواز، اللي قلته اليوم كله على مسؤوليتك؟ طبعا أتحمل مسؤولية كاملة. تمسون على خير.